مساء الهنا ومساء السعادة على كل مشاهدين الصحة والجمال في برنامجكم أكلة بسيطة مصرية. كل سنة وانتم طيبين ودايما بالصحة والعافية يا رب، دايما مستمرين دايما مستمرين مع حضراتكم. النهاردة إن شاء الله بإذن الله هنعمل الكحك والبسكوت، الكحك والبسكويت بطريقة سهلة واقتصادية 100% زي ما عودنا حضراتكم في كل مناسباتكم. في أول شهر رمضان بدأنا بأحلى الأكلات، وفي نص شهر رمضان عملنا أحلى العزومات، وآخر شهر رمضان يا رب يعود علينا وعليكم كل الأيام بخير هنعمل أحلى كحك وبسكوت، ونعمل بتفورات، ونعمل غريبة، هنعمل أشكال كتير يدوي ومكنة، هنعملها بطريقة مبسطة لكل ست بيت مصرية، لكل ست بيت عربية تقدر تعمل في بيتها لأولادها بطريقة مبسطة اكسبنسيف، مفيش فلوس كتير غالية، بفلوس اقتصادية وسهلة. وأول ما نبدأ نقول بسم الله على بركة الله هنبدأ نعمل الكحك. الكحك الشرط الأساسي بتاعه لازم يكون الدقيق من غير عرق. انا مش عارفه الدقيق يعني ايه من غير عرق، لازم الدقيق يبقى مكتوب عليه كحك وبسكوت، الدقيق اللي هو مكتوب المغلف مكتوب عليه كحك وبسكوت، او من عند خامات الحلواني تبلغيه حضرتك ويجيب لك الحاجات اللي هي بتاع الكحك والبسكوت دي. دي اتفاق الاول. بعد كده بنحط عليه السمسم، كيلو الدقيق، هنعمل كيلو دقيق هنحط عليه 3 معالق من السمسم، ريحه الكحك حوالي ربع معلقه، ربع معلقه القرنفل مع الحبهان مع جوز الطيب مطحونين بيبقى بطريقه حلوه جدا ومظبوطه. بعد كده السكر بنحط 3 ارباع كوبايه سكر، هي كوبايه سكر كامله، وفي كوبايه الحليب ادوب كوبايه حليب، ادوب الربع الباقي من السكر وربع معلقه الخميره. حطينا السمسم، حطينا السكر، حطينا ربع على كوباية الحليب، حطينا لها تلات ارباع ربع لكوباية السكر، بعد كده نص معلقة من الخميرة، خميرة بسيطة جدا، والنص معلقة من البيكنج باودر ضفناها. هنقلب الحاجات كلها مع بعضيها، السمسم مع ريحة الكحك مع السكر كله مع بعضه في الدقيق بتاعنا اهو، واحدة واحدة وبالراحة. هنعملها من غير مكنه خالص عشان حضرتك تعمليها في البيت بطريقه سهله جدا، وتطلع الكحكايه دايبه وجميله. درجه الدوبان بتاعتنا بتيجي عن طريق الماده السائله، اللبن او الميه اللي احنا بنحطه. في ناس كتير بتقول ان اللبن بينشف القرص او بينشف الكحك، لا 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 ما بيعملش الكلام ده. خلينا في التركات المظبوطه السهله بنفس المقادير هتطلع معاك مظبوطه 100%. بعد كده بجيب نص كيلو من السمنه، سمنه ما تكونش مسخنينها، يعني ما تكونش مغلية على النار كتير، سمنة على طول، سمنة بلدي، سمنة زبدة، بيكون بدرجة حرارة الغرفة. بعد كده بقلب السمن الأول جامد مع باقة السكر، كوباية السكر البودرة، حطينا نص حوالي معلقة منها على الخميرة والحليب، وبعدين حطيناها مع الزبدة وأقلب كويس. اغير اللون بتاعه الزبده بتاعتي او بتاع السمن البلدي، بعملها بالايد مع ان المكنه لو حضرتك عندك المكنه برضو بيبقى كويسه، والمقادير قدام حضراتكم على الهواء على طول مباشر اهو، كيلو الدقيق ونص كيلو السمن وواحد كوبايه من السكر البودره، كوبايه من السكر البودره ونص معلقه من البيكنج باودر، نص معلقه من الخميره، حوالي ربع معلقه من ريحه الكحك، وندرب كويس كويس. بعد كده أول ما بيغير اللون بتاعي مش محتاج إن أنا أغير جامد، أبدأ أبس معايا القرص بتاعتي أو الكحك بتاعي عشان أطلعه دايب وجميل مع السكر مع السمسم مع ريحة الكحك، وأقلب بالراحة. لو حضرتك عندك المكنة بتحط السكر والزبدة الأول أو السمن، يضرب حوالي دقيقة، بعد كده بنزل بالدقيق وأبدأ. أهم حاجة التركة بتاعتي بقى الأساسية إن اللي إحنا نقدر نلعب عليها أو نقدر نشتغل عليها، وإحنا حاطين الدقيق نضرب زي ما احنا عايزين ونبس زي ما احنا عايزين ونخدم زي ما احنا عايزين. اول ما نضيف المحلول بتاعنا المائي اللي هو الحليب مع الخميره مع السكر، ابس جامد اهو عشان اطلع الحاجه دايبه بقى وكويسه وجميله. نص كيلو مع كيلو الدقيق، بسم الله، اخدها على الرخامه، لازم اخدمها كويس قبل ما احط الحليب عشان تطلع الكحكه بتاعتي ناعمه وكويسه. ماشي، تسلم الله.
أبس. لا لا هنشتغل واحدة واحدة بتركات بسيطة وسهلة جدا. لكل ست بيت عايزة تعمل كحك أو قرص من غير تكلفة عالية بطريقة بسيطة وسهلة جدا، كل يعملها بالروائح الجميلة المصرية تطلع معاكم 100%. تمام. بسم الله. بعد كده ندرب، بعد ما خليت الدقيق بتاعي والسكر والسمسم وريحة الكحك كله اتغلغل مع بعضيه، اهو عملناه كله، بتركة كلها كاملة، كله الدقيق معايا اتشرب الزبدة بتاعتي او السمن بتاعي. هنزل بالحليب سنة بسنة، عايزين نحط نص كوباية حليب. الحليب هو اللي بيعمل درجة الحاجة الناعمة. انزل يا محمد، انزل انزل كمان، تسلم. انزل بالحليب بتاع الكوباية كلها، كوباية الحليب مع السكر مع الخميرة، وحطينا البيكنج بودر مع الدقيق مع السمسم، وقلب كله. كله مع بعضه اهو. ألم العجينة واخدمها بسيط. بسم الله. بالمكنة هنحط الزبدة والسكر الأول. بعد كده بعد دقيقة ما يغير اللون بتاعه بينزل بالعجين، بنزل بالدقيق، يتخدم خدمة كويسة. بسم الله. لمينا العجين بتاعي كويس، وادي عشان اختبر او اعمل تيست ليه الاختبار كامل اهو. لازم اجرب الكحكاية بتاعتي ايه عشان اشوفها، عشان تطلع عجينة معايا مظبوطة 100%. ايه هسيبها حوالي 5 دقايق عقبال ما نعمل العجمية بتاعتنا. البلح بيتحط له معلقتين من الزبدة على شوية السمسم، اسيبها 10 دقايق، اغطيها 5 دقايق بالظبط ترتاح العجين معايا، ونخش على العجمية نعمل الحشو بتاعنا الجميل، وهي عبارة عن 3 معالق من الزبدة. بعد اذنك يا محمد، 3 معالق من الزبدة او السمن العادي، معلقتين من الدقيق، الدقيق التاني. المقادير قدام حضراتكم برضه تنزل لكم تاني وتالت على طول اهو. حطينا 3 معالق من الزبدة، بعد كده هننزل بمعلقتين من الدقيق ونقلب. بسم الله. الكحك كيلو بياخد نص كيلو من السمن، ما يكونش سخن جامد. لو حضرتك سخنتيه حاجة بسيطة خالص وحطيه في التلاجة نص ساعة بيكون أفضل وأحسن كتير. بعد كده بنحط السمسم ونحط ريحة الكحك بتاعه، ونضيف نص معلقة من البيكنج باودر ونص معلقة من الخميرة وكوباية من السكر تضاف مع الزبدة أو مع السمن، يتضربوا حوالي 2 دقيقة بالظبط يتخدموا خدمة كويسة. أقلب في الدقيق على طول. بعد كده بنسيبها حوالي 10 دقايق أو 5 دقايق. العسل هنضيف حوالي 3 معالق من العسل، عسل النحل ومعلقة من العسل الجلوكوز. ما عنديش عسل جلوكوز عادي، مفيش أي مشاكل، تشتغل زي الفل. وأدي معلقة من العسل الجلوكوز، هتربط معايا جامد، العجمية جميلة. هيتحط لها السمسم بتاعها، معلقتين أو 3 معالق من السمسم، ونحط أي مكسرات تحبوها
زبيب، لوز، عين جمل، محمص، اي حاجات، الحاجات الجميله على حسب امكانيات حضراتكم اعملوها. بنديكم التركه او الحاجه اللي بتتعمل الصحيحه اللي بتيجي بنسب عاليه غاليه جدا، بنديها لكم بطريقه مظبوطه و100%. اللي عايز يضيف لوز، عين جمل، اي حاجات من الحاجات التانيه، هبدا اقلب على طول، تاخد القوام التقيل سنه بسيطه واسيبها تهدى خالص. بعد كده هقطعها الريحه بتاعتها الجميله زي ما احنا شايفين اهو. حاجات جميله ومية مية بتركتها المصريه، هتبرد معانا والعجين بتاعنا يختمر حوالي 5 دقايق و10 دقايق. تعالوا نخش على البسكوت. البسكوت الحاجة الجميلة، هنعمله بالقرطاس وهنعمله بالمكنة، هنعمله بالطريقتين يدوي وهنعمله بالكهرباء. عشان خاطركم بنجيب لكم أحلى حاجة وأحلى الصعوبات، بنيسرها لكم بطريقة مبسطة وسهلة، عشان أكلتنا مش أكلة عادية، أكلتنا أكلة بسيطة مصرية. تعالوا نشوفها. نضرب مقادير البسكوت. مقادير البسكوت معانا كيلو من الدقيق، بتضاف عليه 600 جرام من الزبدة، 600 جرام من الزبدة، 350 جرام من السكر، معلقة ممسوحة من النشادر. لو عايز بسكويت بالبرتقال بضيف مكان النشادر برتقال، لو عايزه بالبيكنج باودر بضيف برضو مكان النشادر، نفس التكرار. 4 بيضات، يبقى كيلو الدقيق 4 بيضات، 350 جرام من السكر، ربع من كوباية من الحليب، حاجة بسيطة خالص عشان أدوب فيها النشادر. هنبدأ بسم الله على بركة الله. أول حاجة هنضيف نص كمية الزبدة معانا، هنضربها بالمكنة ونضربها يدوي. نص كمية الزبدة، كوباية، هنضيف الزبدة وهنضيف نص كمية السكر. هات معلقة بعد إذنك. نص كمية السكر أهو، ونفس التكرار هنكرر نص الكمية. أنا قسمتهم على مرحلتين، الكيلو البسكويت هنعمله بالمكنة وهنعمله يدوي. اللي عايز يعمل كده ماشي، اللي عايز يعمل كده ماشي، مفيش أي مشاكل، بطريقة سهلة جدا ومبسطة برضو. وأدي السكر، أدي السكر، وأدي البسكويت. نبدأ نضرب البسكويت بتاعنا. الزبدة، الزبدة لازم بدرجة حرارة الغرفة ما يكونش فيها مواد سائلة خالص في البداية بالذات. هضربها، ابدا اضرب يا محمد بالمكنه، والمقادير قدام حضراتكم على اهو. المكنه بتتضرب وعلى يد وبالايد. بسم الله هبدا اضرب على طول يد اهو. لازم ياخد القوام الكريمي عشان يطلع معايا بسكوته ناعمه وجميله وهشه من جوه، مش عجينه ومكبوسه. عايزين بالبرتقال، عايز بالشوكولاته، هنعمله النهارده ان شاء الله برضو شويه بالشوكولاته. وابدا اضرب، اتعب شويه في الضرب، لازم السكر يدوب جامد مع الزبده مع البسكويت. على طول باستمرار احرك ايدي، رياضه بقى كامله واحنا صايمين، مش لازم كميات كبيره. حضرتك ممكن تعملي او تضربي في حاجه بسيطه في نص كيلو في الاول كبدايه. اعمل تيست على الدقيق بتاعي واشوف المقادير بتاعتنا مظبوطه، لو طلعت مظبوطه اكمل بقى الكميه اللي انت عايزاها، مش لازم اعمل كميات كتير. اقلب على طول، الزبده كلها تقلب مع بعضيها، اقلب. بسم الله ألم الزبدة مع المكنة وأكمل ضرب على طول لحد ما أحصل على القوام الكريمي. تغير اللون بتاعها الزبدة من اللون الأصفر للون الأبيض الكريمي. بعد كده هقلب معلقة النشادر، معلقة
اقلب معلقه النشادر، معلقه نشادر في ربع كوبايه من الحليب. لو مش عايزه تضيف حليب خالص مفيش اي مشاكل، لكن التركبه في الحليب بتعمل طعم حلو جدا. اقلب معلقه واحده بالظبط ممسوحه من النشادر. بعد كده رشه ملح بسيطه في الدقيق. الدقيق بتاعنا قسمناه كيلو، قسمناه نصين، نص هيتعمل بالمكنه ونص هيتعمل يدوي. هنبدا ننزل الاول بالاربع بيضات، هننزل عدد 2 بيضه بس. هنقسمنا احنا اتفقنا ان احنا نقسم، ادي الاثنين والاثنين التانيين. ابدا اضرب تاني البيض، متضاف عليه الفانيليا. بسم الله، سنه فانيليا اهو. تاني اضرب لحد ما ياخد القوام الكريمي بالمكنه. اضرب على طول اهو، يدوي اهو، يدوي اسرع. بسم الله، حرك ايدي على طول باستمرار لحد ما اخد القوام المناسب للبسكويت اهو. البيض مع الزبده مع السكر كله مع بعضه، حرك حرك، رياضه رياضه كامله جميله. بعد كده ابدا انزل بالدقيق. بسم الله، واقلب. هنعمل بسكوت شوكولاته، معلقتين من الكاكاو، وهنعمل البسكوت والم العجين بتاعي، وما احاولش ان انا اعجن كتير. الم الزبده مع السكر واضيف النشادر نص الكميه ربع الكوبايه واقلبها. الفرق بين البسكوت القرطاس والبسكوت المكنه الدقيق، نص كوبايه بالظبط هنضيفها مع الدقيق. ايه تمام، هنطلع فصل. نفس التكرار هنكررها في المكنه. خدنا القوام بتاعها اهو، وادي يدوي بطريقه جميله زي ما احنا شايفين. اهي العجينه، اهي عجينه جميله. لو عايز ادخلها المكنه بحط حوالي ربع كوبايه من الدقيق، وهنزلها في المكنه قدام حضراتكم دلوقتي. عجننا الكحك وهنعجن وعجننا البسكويت. ادي البسكويت التاني نفس التكرار بعد اذنك. خد القوام الكريمي، غطي بتاع البسكويت ده. بعد كده هنضيف 2 عدد من البيض، نفس التكرار بكرر على نفس النظام في المكن، كبيره صغيره. اقلب كله مع بعضه. بعد كده ارفع المكنه خالص وابدا انزل بال الدقيق. لم مطبخنا يا غالي، تسلم ايدك يا ابو حميد. انزل بالدقيق، نص كيلو دقيق نفس التكرار اللي اتكرر معايا في الكيلو. عملناه على مرحلتين، مرحله المكنه ومرحله اليدوي، والاثنين يطلعوا زي الفل مع حضراتكم. بسكوته هشه جميله للمكنه، شوكولاتات اللي انتوا عايزينه تحبوه. هنقطع قدام حضراتكم حالا، اعجن العجين وانزل بنص كميه الحليب مع النشادر. معلقه النشادر قسمناها على الاثنين، ونص وربع معلقه الحليب، ربع كوبايه الحليب قسمناها على الاثنين. وفي التقليب ما بقلبش كتير، الم العجين بتاعي على قد ما اقدر وخلاص على كده، عشان ينزل في القرطاس بتاعنا. 5 دقايق بالظبط، خلاص خلصناها. نبدا نقطع على طول، هنروق المطبخ بتاعنا بعد ما عملنا الكحك والبسكوت. نروق المطبخ ونرجع نشوف التقطيع وتسوية الفرن. نطلع فاصل ونرجع على طول. رجعنا مع حضراتكم بعد ما عملنا الكحك. عملنا الكحك بطريقه مبسطه وسهله، عملناه يدوي. لو عند حضرتك زي ما اتفقنا مكنه، اشتغل بالمكنه. كيلو من الدقيق، دقيق يكون متعدد الاستخدام او مكتوب عليه كحك وبسكوت، او من عند خامات الحلواني مشهوره جدا. معايا نص كيلو من السمنه، سمنه ما تكونش سايحه جامد، ومتضاف عليه كوبايه من الحليب وكوبايه من السكر، متضاف عليه نص معلقه من البيكنج باودر، نص معلقه من الخميره، ريحه الكحك والسمسم. عجناه كويس وريحناه حوالي 5 دقايق بالظبط.
بعد كده عملنا البسكوت البسكويت بتاعنا الجميل، عملناه مكنه ضفنا عليه حوالي كيلو البسكويت، عملناه على مرحلتين، عملنا يدوي وعملناه بالكهرباء بالمكنه اليدوي قدام حضراتكم اهو. نص كيلو البسكويت خد حوالي 300 جرام من 350 جرام من الزبده، معلقه من النشادر. تعالوا بقى نخش على المكنه، يلا خش اتفضل يا ابو حميد دور. المكنه اهي قدام حضراتكم، اضغط يا باشا ودوس على طول. يا جوز يطلع بسكويت. ما يطلعش. اتفضل. ضفنا عليه حوالي معلقتين من الدقيق عشان من القرطاس للمكنه. دوس على طول، مش قادر تطلع ولا ايه؟ اتفضل يا فندم، اتفضل اتفضل. يا ده اوعى تطلع، اوعى تطلع بنزين زي ما احنا شايفين المشرشه بالراحه واحده واحده كده عشان احنا مش في الفرن. اتفضل يا فندم. بس زي ما احنا شايفين اهو البسكوته طالعه مشرشه، وده كده بسكوت صح؟ مشرشر وجميل اهو بالموز بتاعه، بنحدد له زي ما احنا عايزين. بسم الله، واحده واحده. انزل يا باشا على الجمال في الصحه والجمال، واحده واحده. وناخد مسافات ما بين الحاجات، هيخش على درجه حراره 180 ربع ساعه بالظبط. بسكويت المكنه، بسكويت القرطاس، القرص هتقعد مع الكحك، هيقعد معانا حوالي ربع ساعه في الفرن او على حسب درجه حراره الفرن. اكبس يا باشا في بتاع المضرب في المكنه بالجمال والدلع. ولو عايزين بالشوكولاته بنحط حوالي معلقه من الكاكاو، يعني احنا حطينا معلقتين من الدقيق ومعلقه من الكاكاو، ضربناها نصين عشان نعمل بسكويت بالشوكولاته، عشان استاذ وليد، الاستاذ وليد المخرج بتاعنا الجميل بيحب شوكولاتات كتير، فاحنا لازم نعمل له بالشوكولاته. اتفضل يا باشا. شكرا ليه طبعا. استاذ فوز السلام عليكم. اطلع يا باشا، اطلع يا باشا البسكويت. الو السلام عليكم يا ست الكل، مرحبا. ازيك يا ست الكل؟ كل سنه وانت طيبه. والله عسل عسل. والله انت اللي عسل يا ست الكل، ومنورانا في كل مكان. تسلمي. والله حاجتك زي العسل. والله ده انت اللي عسل يا ست الكل. تسلمي تسلمي. الله ربنا ينور عليك في البيدوفور وفي البيدوفور ان شاء الله يوم السبت يا ست الكل على عينينا. تسلم. الحاج معاك اهو. اتفضلي اتفضلي. ارفع يا باشا على طول. ارفع على طول، ارفع شغل على طول. ازيك يا عم الحاج؟ مرحبا. اخبارك؟ الحمد لله تمام. والله زي الفل يا عم الحاج. تسلم. كل عام وانتم بخير وانت بكمال الصحة والسعادة يا رب، وربنا يحفظك. كله. تسلم يا عم الحاج، تسلم، ربنا يزيدك. والله يعود عليكم الايام بخير. تسلم يا عم الحاج. بالغم عن الأمة. اللهم امين يا رب، يتقبل منك يا رب. عندك اي سؤال يا ابو الحاج؟ لا، حاجة جميلة جدا. ربنا يزيدك. تسلم لي يا حاج فوزي اصيل، ربنا يبارك فيك يا رب ويديك الصحة والسلامة. معاكم مروه. ايه الدهان؟ اديني البيت كله ولا يهمك حاجة يا حاج. اتفضل يا حاج. اتفضل. مروه مرحبا. شكرا لاتصالك يا فندم، شكرا لاتصالكم، احلى اتصال واحلى مشاهدين. انا ندخل الفرن على درجه حراره 180، الفرن عندي مسبق او لازم يكون شغال قبلها ب 10 دقائق. وادي الثواني بقى عشان نعمل بسكويت القرطاس شويه تاني. وادي بسكويت القرطاس، بنختار القطاعه المشرشره الصغيره، ممكن تختاروا اي قطاعه، مفيش اي مشاكل على حسب الاختيار، بس اختيار البسكويت هو دي الافضل ليها، القطاعه المشرشره اهي. ونبدا نقول بسم الله، نضغط سنه صغيره بسنه صغيره بالراحه، واجي في الاخر اسحب البسكوته بتاعتي بكل سلاسه وبكل سهوله. القرطاس سريع وبيعمل نفس الامكانيات، واحده واحده مع حضراتكم اهو، نفس التكرار اهو، واحده واحده بنسحب معاكم عشان نطلع احلى بسكوته ناعمه دايبه، ما تتكسرش بسرعه بس بيكون دايبه في البق سريع، ما يكونش معجنه. نفس النظام، واحده واحده اهو، بضغط على القرطاس، بمسك بايد والايد الثانيه من تحت بالراحه. والقرطاس اصلا كده كده السعر بتاعه بسيط جدا وسهل جدا. نفس التكرار. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، كل سنه حضرتك طيب. وانت بكمال الصحه يا ست الكل. تسلمي. لو سمحت انا عايزه بس مقادير البسكوت مره ثانيه. عينينا يا فندم، تنزل لك مره ثانيه وثالثه على عينينا. حاضر، تحت امرك. يا رب يخليك، بس ببطء علشان نكتبها. يا فندم ببطء، معاك الحلقه كلها كامله، اهم حاجه نطلع باستفاده في الحلقه دي، مش مهم عندنا الاستعجال، براحتك خالص. قدام حضرتك المقادير اهي على عينينا. المقادير بتاع البسكوت قدام حضراتكم على الشاشه على طول. وادي البسكوت بتاعنا الجميل على درجه حراره 180 على الجمال والدلع. يا عم عزب تسلم ايدك. ونخش على الكحك بتاعنا. عايزين تاني قطع. استاذه ميسره السلام عليكم.
ايوه السلام عليكم، تسمعي؟ الين ام ميسره مرحب بيكي، منور الشاشه. الله يحفظك يا ام ميسره، تسلمي لي. الله ينور عليك، الله ينور عليك ما شاء الله. تسلم تسلم، الله يحفظك ويزيدك يا رب. الله يكرمك، الله يبارك، بتعمل لنا الحاجه سهله وبسيطه فعلا. يا رب يكون المعلومه بتوصل لكم بكل سهوله، تسلمي لي وربنا يحفظكم بكل سهوله. عندك اي سؤال؟ دايما بخير يا رب. ربنا يحفظك وربنا يزيدك، تسلمي لي. تسلمي. سلام عليك. سلام عليك. كل سنه وانتم طيبين، يا رب يحفظك. طيب. تسلم تسلم. قطع. قطع بسكوت، يلا يلا. شغال. قاعد الكحك معايا برضو التاني نفس التكرار. العجينه بتاعتي مظبوطه 100% بكل مقاديرها الجميله. بعملها على حسب الحجم اللي انتم عايزينه وابدا اكورها. اضغط بالراحه وهات وخد يا ابو حميد يا اصيل، تسلم من هنا لهنا يا حماد، تسلم ايدك. عايزين ندرب والتدريب الكامل. تسلم ايدك يا باشا. شغال يا ريس. العجينه بتاعتي نعمل بالعجميه اللي احنا عملناها، نعمل بالبلح معلقتين سمن على البلح وسكر، معلقتين سمن وسمسم، ونبدا ونعمله مع بعضيها ونعملها كويرات صغيره نفس التكرار. بس يا حمد تعالى، ونفس النظام اهو، بعمل الحشوه اعمله ساده، اعمله بالمكسرات كل الاشكال وكل الالوان زي ما انتوا تحبوا. وابدا استاذه رنا السلام عليكم، وابدا اخدم العجينه يا استاذه رنا زي ما احنا شايفين اهو عشان نطلع احلى كحك. ازيك يا استاذه رنا؟ السلام عليكم. عليكم السلام. بقول لحضرتك انا ليا عند حضرتك طلبين. التلاتة ماشي، اتفضلي. الله يخليك. بقول لحضرتك انا عاوزه طريقه التورته. تمام. وعاوزه طريقه حضرتك، عارف العلب اللي هي بتيجي فيها قطع فاكهه كده معلبه بيبقى معاها جلوكوز؟ بيبقى معاها ايه؟ بيبقى معاها محلول كده. الكمبوت. ايه الكمبوت؟ الكمبوت المصور اللي هي الخوخ والاناناس؟ اللي هي دي. ايوه انت عايزه تعمل زيها يعني؟ هتفتح شركه ليه ولا دي ممكن اعملها في البيت ولا اشتريها جاهزه؟ لا اشتريها جاهزه افضل. او انت جيبي فاكهه طبيعيه على طول، فاكهه الفاكهه منتشره جامد دلوقتي فريش على طول من غير الكمبوت. الكمبوت غالي الوقت، الكمبوت غالي، لو عايزه تجيبيه هتجيبيه، لكن احنا لو عايزين نعمله في البيت صعب شويه، هيبقى عايز فاكهه درجه اولى او فرز اول وموال تاني ومحلول لازم بمعايير معينه ومش هينفع معاك. فانت اشتري انت تعمل انت. انا اقول لك على طريقه التورته، انا عندك نت في عند حضرتك؟ انا حاليا الموبايل مع جوزي مش معايا. تمام تمام، تحت امرك. انا اقول لك على التورته حاضر، تحت امرك تحت امرك. طب حاضر. طب ماشي، الف شكر. على عينينا يا فندم، تحت امر معاليك. كل سنه وانتم طيبين. ايه التورته؟ احنا قلنا على الاسبونش قبل كده ثلاث بيضات بيتضاف عليهم كوبايه من السكر العادي، بيتضربوا معلقه من المحسن، محسن الكيك، يقعد حوالي دقيقتين او ثلاث دقائق، بعد كده بيتضاف نص كوبايه حليب، ونضيف عليهم كوبايه ونص من الدقيق مع كيس بيكنج باودر، يتنخلوا مرتين ثلاثه، وننزل عليهم من غير زيت ولا سمن ولا اي حاجه خالص، هو السكر والبيض والمحسن والبيكنج باودر والفانيليا، وحضرتك تضربيهم كلهم مع بعضهم بعد ما نضرب البيض كويس مع السكر بالمحسن. بعد كده بننزل بالدقيق، كوبايتين الدقيق معاهم، كوبايتين الدقيق معاهم المنخولين معاهم بالبيكنج باودر، وهيطلع معاك زي الفل في نص الفرن حوالي نص ساعه بالظبط زي ما احنا شايفين. ولا نخدم خدمه كويسه عشان تطلع بنفس الكوره صغيره كده وبسيطه. بعد كده بالبصمات بتاعتنا الجميله في كذا قطاعات للكحك بتاعنا اهو، وننزل بيها نضغط سنه صغيره بالراحه واحده واحده بسم الله على بركه الله. اخدم كويس يا ابو حميد، الله ينور. التكييف طبعا عندنا زي الفل، الله ينور عليك يا عم وليد. مش قفلت التكييف؟ خلاص يا باشا، صادق يا باشا، صادق يا باشا، تسلم ايدك. استاذ محمود السلام عليكم. نخدم العجينه كويس اهي، العجينه بتاعتي مظبوطه 100%، نشكل زي ما احنا عايزين فيها والقرص ان شاء الله. استاذ محمود السلام عليكم. سلام ورحمه الله. استاذ ماجد اخبار حضرتك؟ الله يحفظك يا باشا، ربنا يحفظك. استاذ محمود مرحب. تسلم ايديك على الحاجات الحلوه اللي حضرتك بتعملها. يا رب يزيدك يا رب، وكل سنه وانت طيب يا غالي. الله يخليك. امرنا. ربنا يبارك لك، ربنا يخليك يا حبيبي. هو النهارده عايز بس حضرتك الغريبه، طريقه الغريبه. عينينا يا فندم، تحت امرك. لو هتستنى لو السبت ماشي، عايزها النهارده ماشي. لو عايزها النهارده ماشي، احنا هنعملها السبت ان شاء الله. خلاص السبت بقى، بس تقول لي مع حشو وتديك الرومي. حاضر تحت امرك يا باشا، تحت امرك. هقول لك ده حشو تديك، خلينا في الديك الرومي احسن من البسكويت. على عينين، على عينين. الله يخليك. تحت امرك يا ريس، تحت امرك. كل سنه وانت طيب.
ام اشرف، السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا ست الكل؟ ازيك يا حبيبي، عامل ايه؟ حبيب قلبي والله العظيم، وحشاني كتير كتير. حاجتك عسل عسل. تسلمي لي والله، انت اللي عسل. والله انت اللي عسل يا ام يا غاليه. البسكويت، البسكويت عسل. والله انت اللي عسل يا حاجه. احنا عايزين نعمل البسكويت احنا نعمل بسكويت، ده احنا عندنا مصنع بسكويت كامل يا ست الكل على عينينا، يوصل لحد عندك تحت امرك. والكحك بتاعك جميل. انت اللي عسل، انت اللي عسل، ربنا يزيدك ويحفظك يا ست الكل. طيب ويقعد عليكم بخير يا رب. وانت بكمان كمال الصحة والسعادة يا رب. تسلميلي، تسلميلي. كل سنة وانت طيب. وانت بكمال الصحة، تسلم. شكرا لاتصالك يا ست الكل. يا شهر مبروك عليكم يا رب. اللهم امين، اللهم امين. هتطلع طلع. حشوة الديك الرومي عشان ما ننساهاش، بصل وجزر وفلفل كله مبشور. لو انت عايز من غير الرز او الفريك، او بتحش بحاجات كتير كتير، بلحمه مفرومه، شوكولاتات والحاجات الجميله اهي طلعت. هات يا ريس بالسجام بتاعتها، بالريحه النشادر. انزل بالتاني يا ريس. هنحشيه حشوه عاديه خالص، نبشر الجزر، نبشر البصل، نبشر الفلفل كله مقطع في قلبه بعضه، مع معلقه خل وليمون، كوبايه من عصير البرتقال، معلقه من الصلصه، كله في قلب بعضيه. الحشو الجاهز او الحشو اللي هو انا بقول ده اللي حضرتك عليه ده، في نص الديك على طول، بعد ما نرش سنه ملح وفلفل اسمر، نعمل الديك الرومي من كله جوه كامل، بعد كده ندخل له البصل والجزر والفلفل ونكتف الديك الرومي. لو حضرتك عايز تدخله الفرن زي ما هو بورقه سلوفان، اعمل فرسه ليه كامله تاني في صاج او في صينيه الفرن، البصل والجزر والبطاطس وكل حاجه والكرفس والحاجات الجميله اللي انا عايزها، اخليها فرسه عندي من جوه من تحت. بعد كده بنزل بالديك الرومي بعصير البرتقال، واحد كوبايه من عصير البرتقال، معلقتين من الصلصه، معلقه من الخل، كوبايه من الخل والليمون، وادرب بالبابريكا وبالثوم البودره والبصل البودره وبالملح وبالتوابل، السبع توابل المشكلين الجمال، اعملهم كلهم مع بعضيهم. مين يا فندم؟ والمقادير قدام حضراتكم على الشاشه. وبعد كده اسلفن الديك الرومي، لو عايز ادخله الفرن كامل احط الخلطه عليه من فوق واديله السلوفانه وادخله في الفرن لمده ساعه ونص بالظبط، كل شويه نعمل نكشف عليه او نشوفه، نشوف لو كانت الصاجه بتاعته او الصينيه بتاعتي ناشفه، ادي لها سنه ميه صغيره لحد ما يستوي بالسكينه، بنعمل له التيست بتاعه والتركه بتاعته، بيطلع معانا جميل جدا وممتاز. وادي الكحك الثاني، شكل. استاذه هدى، السلام عليكم. عليكم السلام. استاذه هدى مرحب. عليكم السلام. استاذه هدى مرحب بيك، امورينا. ايه، انا كنت عاوزه اعرف طريقه البيدفور. عينينا، حاضر. هينفع تستنى اليوم السبت ولا اقول لك عليه النهارده؟ احنا هنعمل السبت على طول صوت وصوره. لا ان شاء الله باذن الله يعني. ايه؟ النهارده. حاضر. حاضر النهارده. هاتي ورقه وقلم يا ست الكل واكتبي. ماشي. ونقول على طريقه الغريبه برضه، مفيش مشاكل، انتوا عايزين تحت امركم. ماما عايز، السلام عليكم. ماما عايز. عايز سكتني. الو. ام معاذ، السلام عليكم. الو. الو، السلام عليكم. ازيك يا شيخ؟ ازيك يا ام معاذ؟ الله ينور عليك على الكحك والبسكوت. والله يحفظك، تسلمي. كل سنه وانت طيبه. كل سنه وحضرتك طيب. وانت بكمال الصحه يا ست الكل، تسلمي. عايزين بقى طريقه البيدفور. عينينا، حاضر. اقول طريقه البيدفور واقول الغريبه كلها الوقت حالا على طول. على عينينا، حاضر حاضر. شكرا. شكرا لاتصالك يا فندم. كيلو الدقيق البيدفور، كيلو الدقيق عليه كيلو الا ربع زبده، اربع بيضات، كوبايه ونص سكر، رشه ربع معلقه بيكنج باودر. ادي البسكويت اهو، ربع معلقه بيكنج باودر. السكر بنضربه مع الزبده. بعد كده بننزل البيض الاربع بيضات بعد ما بياخد القوام الكريمي، لازم ياخد قوام كريمي، ياخد اللون الابيض الكامل في البيتفور بالذات. بعد كده الاربع بيضات بنضيف عليهم الفانيليا، وننزل بيضه بيضه واحده واحده. بعد ما بننزل بيضه بيضه بننزل بالدقيق تدريجيا، وما يتقلبش كتير، مجرد ان العجينه بتاعتي تلم، بعد كده يطلع معاكم زي الفل ان شاء الله باذن الله. والف انا وشف. يتشكل بالقرطاس، يتشكل بالمكنه، يتشكل زي ما انتم عايزين. والغريبه
كيلو الدقيق بياخد كيلو من السمن العادي، ما يكونش سمن سخن، لازم يكون سمن درجه حراره الغرفه برضو بلدي. لو احنا ما عندناش سمن بلدي وعايزين نعمل حاجات بسمن بلدي وريحه السمن البلدي، لو ربع كيلو بالظبط بحط معلقه او معلقتين فيها 8 دقايق بس. زي الفل. طب وانا بقطع بسكوت ليه؟ طلع البتاع. بنحط حوالي معلقه مع السمن، معلقه واحده بالظبط من او اصلا السمن بلدي بيطلع بريحه السمن البلدي برضو زي ما المحلات كلها شغاله. بنشتغل بطريقه سهله ومظبوطه 100%، بيطلع معانا كحك دايب بالعجميه بالبلح ساده. استاذه اسراء السلام عليكم. ازيك يا شيف؟ ازيك يا استاذه اسراء، مرحب بيك. وادي البسكوت. الشاشه والله اكلاتك جميله. الله يخليك يا غاله، الله يخليك، تسلمي. وادي البسكويت معانا بالريحه بتاعته. استاذه اسراء عندك اي سؤال؟ كنت عايزه اسال عن طريقه الغريبه. عينيا، حاضر. كيلو حاضر يا استاذ، اقفلي وانا اقول لك على طريقه الغريبه على طول حالا. كيلو الدقيق بياخد نص كيلو من السمن، بياخد كوبايه 350 جرام من السكر، بياخد واحد عدد من البيضه. البيضه دي بنحطها اختياري، بس بتاخد بتلم العجين معايا وبتخليه عجين مظبوط 100%. بياخد حوالي ربع معلقه من البيكنج باودر وبرده الفانيليا. بنضرب الدقيق مع السكر. كيلو الدقيق بياخد نص كيلو من الزبده، نص كيلو الزبده بنضيف عليه 350 جرام من السكر، نضربها كويس ياخد القوام الكريمي، بعد كده ننزل بالبيضه، بعد كده ننزل بالدقيق، يتخدم خدمه كويسه ونلم العجينه. لو العجينه معايا لينه، طلعت معايا لينه لينه جامد، بحطها في الثلاجه 10 دقائق، بعد كده بطلعها واعملها كوره ان شاء الله باذن الله. هيكون يوم السبت باذن الله ان شاء الله معاكم البوتيفور والغريبه وكل الحاجات الجميله. استاذ عادل السلام عليكم. السلام عليكم. استاذ عادل مرحبا. السلام عليكم، ازيك يا شيخ؟ استاذ عادل مرحب بيك يا ريس. عامل ايه يا حبيبنا؟ كل سنه طيب. وانت طيب يا غالي، كل سنه وانت طيب. تسلم يا غالي، الله يحفظك. دخل الكحك. الله يطول عليك، دايما بنور الشاشه. يا رب يحفظك يا عم عادل، كل سنه وانت طيب وكل اللي عندك كلهم طيبين. تسلم لي يا غالي، ربنا يزيدك ويحفظك يا رب. تسلم لي. عندك اي سؤال؟ دايما بخير يا رب. يا رب دايما، يا رب ويزيدك. كل سنه وانت طيب يا غالي، كل سنه وانت طيبين. شوف الحاجات الجميله اللي انت بتعملها دي. والله انت احلى يا عم عادل، انت احلى وربنا يحفظك. كلك ذوق يا ريس، كلك ذوق والله. تسلم لي يا غالي، ربنا يزيدك ويحفظك يا رب. كل سنه وانت طيب، وكل سنه وكل اللي عندك كلهم طيبين وبالصحه والسعاده يا رب. كل سنه وانت طيبين. شكرا لك يا فندم. كيلو بنضرب نص كيلو الزبده مع الغريبه، نص كيلو الزبده مع 350 جرام من السكر، رشه الفانيليا، ربع معلقه من البيكنج باودر، نضرب واحد عدد من البيضه، نضربها كويس لحد ما تاخد القوام الكريمي. بعد كده بننزل بالدقيق، ياخد لفتين ثلاثه معانا او بايديكي بايدين حضرتك، مفيش اي مشاكل، لحد ما بتاخد تلاقيها العجينه لينه معانا. لو العجينه لينه جامد بدخلها الثلاجه 10 دقائق. لو درجه حراره الجو كويسه ومظبوطه، البيديفور او البسكويت بياخد بيكون بي لازم يكون درجه الحراره بتاعتنا رطبه، ما يكونش درجه حراره عاليه أو عشان الزبده اللي فيه ما تسحش معانا وتطلع بسكوته مقرمشه ودايبه وجميله بالريحه المصريه وبالطعم الجميل. وتطلع برضو في الغريبه والبيديفور نفس التكرار، 750 جرام من الزبده، اربع بيضات، معانا 350 جرام من السكر. الزبده مع السكر الاول اساسي في كل حاجه، بعد كده بننزل بالبيض واحده واحده، بيضه بيضه. بعد ما بننزل بالبيض ننزل بالفانيليا وربع معلقه من البيكنج باودر، وانزل بالدقيق واقلب العجين بتاعي. العجين بتاعي ما يكونش متماسك قوي ولا لين قوي. بعد كده بيطلع معاك، بنقطعه بالمكنه او بنقطعه بالقرطاس بنفس التركات. يوم السبت ان شاء الله باذن الله يكون معاكم باذن الله في الحاجات الباقيه، في الكحك والبسكوت وكل حاجه. الدوبان دوب والجمال جمال في كل محلات الشيف ماجد، حاجات جميله، مكسرات زي ما انتم عايزين، بسكوتات برتقال، بسكويت بالشوكولاته، بسكويت بالنشادر، كل انواع البسكوت وكل انواع الكحك مع حضراتكم. واي حد عايز يتواصل مع حضرتكم قدام حضراتكم على طول الرقم الشخصي، واي طلبات تطلبوها بكميات بسيطه او كميات كبيره بتمن بسيط جدا جدا، وان شاء الله باذن الله هيعجبكم وهيكون تحت حسن ظنكم. يا رب يكون الحلقه بتاعتنا خفيفه على قلبكم، خفيفه على جيوبكم، راحت لدماغكم. الشرح بتاعنا يكون مظبوط. اي تعليقات، اي اراء، الاختلاف في الراي لا يفسد للود قضيه يا عم وليد.
وشكر خاص جدا للصحة والجمال لكل كاست الصحة والجمال، عم وليد المخرج الجميل بتاعنا وليد عمارة، وعم عزب وعم سيد وعم جمال، وكل المعدين الجمال بتوعنا اللي جو واللي ما جوش برضه منورينا في كل مكان. الصحة والجمال أحسن ناس، ويا رب يكون معلوماتنا كلها وصلت. شكرا للمساعد الجميل محمد ناصر، وشكرا لكم جدا، وكل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هادئ زي ما تعودنا على طول، لحمة إما من الموزة أو من الريش للخضار. عملنا الكباب وعملنا الخضار المشكل. هنعمل مع حضراتكم